أعزائي المشاهدين متابعي موقع صفحة تحيا مصر، مساء الخير جميعا عليكم. احنا النهاردة متواجدين هنا في محافظة قنا بالتأكيد المعنة، في يعني قرية المعنة التي توفي فيها شاب وراح ضحية خلال الأيام الماضية. وهنكون أعزائي المشاهدين متابعي موقع صفحة تحيا مصر مع حضراتكم هنعرف التفاصيل. واحنا النهاردة هنتكلم مع أصدقاء وأصحاب الشاب اللي راح ضحية البنزين هنا في المعنة. معنا يعني أصحاب الشاب وأحد أقاربه هنا في قرية المعنة. الحادث كان مأساوي، الحادث كان صعب خلال الأيام الماضية، وكان حديث السوشيال ميديا في كل محافظات مصر. تعالوا نعرف إيه التفاصيل وما هو الجديد. يلا بينا. مساء الخير. مساء النور. يعني أولا البقاء لله. لا تمام. إن شاء الله ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله. يعني عايزين تعرفنا بنفسك. أنا اسمي عبد الله محمد، صديق المرحوم. المرحوم محمد علي. المرحوم محمد علي. طيب يعني عايزين تكلمنا عن التفاصيل وإيه اللي حصل والحكاية إزاي؟ والتفاصيل هما الاثنين كانوا أصحاب. تمام. من زمان أصحاب متربين مع بعض. تمام. بس اللي ناتج عن كده الغل والحقد والكراهية الزيادة. هو محمد علي هو بس اللي دخل كلية. محمود ده آخره كانت السنة لازم. تمام. فهو المرحوم ده هو اللي دخل في الكلية. تمام. خد شهادة تكريم طالع الثالث على الكلية. بيتأثر. طيب هم اليوم كم سنة أصحاب و... من أول ما طلعوا. من أول ما طلعوا مع بعض. ساكنين جيران بعض. طيب هل قبل الواقعة دي ما تحصل كان في حاجة بينهم وبين بعض؟ مفيش أي حاجة. هو لو في حد بيتخانق مع محمود أو مع الشخص اللي في المحبوس. لو في حد بيتخانق عليه كان محمد ده المرحوم بيخش. تمام. المرحوم ده بيخش معاه. اللي هو ازاي؟ انا كنت على طول يعني نحن الثلاثه مع بعض. تمام. فلما كنت اتخانق معاه فكان محمد ده المرحوم ده يجي يكلمني يقول لي معلش وعشان خاطري وخلاص يعني بلاش. ويراضيكم مع بعض ويحاول ان الامور ما يتطورش. طيب انت يعني انت كنت موجود فين في وقت الواقعه؟ لا كان كله كان في البيت. كله كان في البيت. واللي في شغل. واللي في شغل. ايه اللي حصل بالظبط من لما رحت واتحكى لك؟ حصل ان انا صحوني من النوم لقيت المرحوم ده كان في المستشفى. تمام. كان في المستشفى كان دخل. يعني صحوك من النوم كان راح المستشفى. لا لما حكوا لك ايه اللي حصل بالظبط والوقت كان امتى؟ يعني كان على الظهر كده. على الظهر. ايه اللي حصل؟ محمود طلع من البيت. اللي هو تمام طلع من البيت اللي هو نسيبه. طلع من البيت وجاب قزازة بنزين وفي فيديوهات كانت بكده كانت نازلة. تمام. جاب قزازة والمرحوم ده كان نزل من الشغل وراح على الورشة كده جنب البيت. هو شغال ورشة فين؟ جنب البيت. لا ورشة ايه دي؟ ورشة دهان. تمام. شغال فيه وكده. دخل عليه فجأة كده ولا انا شايف ان في مشايرة في الفيديو ضارت بينهم الأول؟ لا مفيش أي حاجة. مفيش أي حاجة. دخل كب عليه البنزين وسابه يجري في الشارع. يعني هي اللقطه دي كلها ما كملتش 8 ثواني او 9 ثواني على بعض. ما كملتش حاجه. وبعدين دخل المستشفى، خد كام يوم في المستشفى؟ خد اول يوم كان كويس، بعد كده دخل العنايه المركزه. دخل العنايه المركزه. اول ما رمى عليه البنزين رماه على جسمه كله ولا وشه؟ لا على ظهره. على ظهره. اكيد في شهود عيان كانت هناك طبعا. هو حاليا الراجل مش قادر يمسك نفسه. اللي شاف الواقع. اللي شاف الواقع. بس انتوا من الفيديوهات. طيب 8 ثواني. بصفتك قربك من محمد علي انت ما كانش حكي لك تفاصيل قبل الواقعه بايام، قال لك ايه اللي حصل بينهم؟ كانت في مشكله زعل كنت سامعين اي تفاصيل ثاني؟ ما فيش اي حاجه. هو ما فيش، لو سالت اي حد في الشارع او اي حد في اي مكان يعرف المرحوم هيقول لك هو عمره ما شتم. عمره ما شتم حد، اللي هو مش عمره ما اتخانق مع حد. تمام. عمره ما شتم حد. لدرجة ان الجنازة بتاعته كانت بسم الله ما شاء الله يعني جنازة عادل. كبيرة. تمام. يعني الخبر اول ما يعني تواصلوا معاك صحوك من النوم كنتش متوقع؟ مش حد متوقع. انت هو اتوفى ومعظم الناس مش متوقع ان هو مش هتشوفه تاني. نظر ان هو ملوش مشاكل مع حد، ما يعرفش هو المشاكل. هو
إنسان كان من بيت لشغله وبعد كده بيطلع يقعد مع جماعة أصحابه كده وبعد كده يروح، أدي يوم. آخر مرة شفت فيها محمد علي اللي هو توفى وصاحبه ده اللي رمى عليه البنزين، آخر مرة شفتهم مع بعض امتى؟ مع بعض؟ لا، هو الراجل ده كان قبل ما يعمل قبل الحادثة الواقع. كان جاي اليوم اللي قبلها، هو كان في اسكندرية، كان شغال هناك كان يعني ولا شغال هناك. كان شغال يعني ليه يوم فترة ما شفتهمش. يعني ليه هو ما جاش هنا؟ كان ليه 7 شهور تقريبا او حاجة زي هو كده، لما نزل مول، نزل على حاجة زي كده. نزل على حاجة زي كده. في ناس بتقول انه كان في فيديوهات منتشرة على السوشيال ميديا بيقول على الحياة اللي هيعملها، الحياة دي ما شفتوهاش قبل الواقع. لا، ما فيش الكلام ده، هو معظم كلامه عايز يثبت ان هو مش بعقله. عايز يثبت ان هو مش اه بعقله، هو ان انا تفكيره كده مغير. بالظبط، هو عايز يثبت كده، عايز يثبت برضه للحكومة، عايز يثبت للناس دي ان انا مش بوعي عشان يطلع. هو كاتب في المحضر ان في ناس تاني كان عايز يموتها من اصدقائه. يعني هو كان ناوي على كده هو بيقول كده في المحضر، في المحضر، يعني لما تم القبض عليه واستجوبوه قال التفاصيل دي، وهو بيثبت وعمل الجريمة، اللي هو يعني كان هو مثل الجريمة، مثل الجريمة. وكان مجهز قائمة أسماء تاني من أصحابه إن هو يعني ربنا يرحمه إن شاء الله، يعني عرفنا بنفسه. أحمد فتحي صديق المرحوم. يعني أستاذ أحمد، عايزينك يعني الأول بداية بقاء لله سبحان الله وربنا يجعل من أهل الجنة، آمين. يعني عايزينك كده برضو يعني تعرفنا، كلمنا عن أحمد شوية، على محمد علي. محمد علي كان صاحبنا كلنا وكان كويس معانا كلنا، ما فيش حد عمل مشكلة مع حد، ما فيش حد ممكن فينا يفتكر في يوم من الأيام إن هو حصل بينه وبين محمد علي خلاف، ولا قدر الله لو حصل بينه وبين محمد علي خلاف هو اللي بيبادر بان هو يصلح العلاقه بينه وبيننا. كان صاحبنا كلنا وكان حبيبنا كلنا الله يرحمه، كان هو تقريبا المتعلم فينا، يعني هو الوحيد اللي كمل وهو الوحيد اللي اتكرم من شيخ انتوا الازهر. كنتوا بتشوفوه قدوه بينكم يعني وكده، وكنتوا دايما بتسالوه وترجعوا له في كل التفاصيل. كان طبعا هو كان يعتبر العقل الرزين فينا، كان هو لو حصل بين اي اتنين بيننا خلاف حتى لو مش معاه هو كان هو اللي بيبادر بان هو يصلح بيننا وان هو اخر مره يحل كنت بيننا معاه انت؟ مشكلنا. لا انا حاليا في الجيش، كان اخر مره من قبليها مثلا نقول ب 20 يوم ولا حاجه، كنت قبل الواقعه ب 20 قبل يوم. الواقعه ب 20 ايه يوم. اخر كلمات كانت بينك وبينه، ولا اخر مكالمه كانت بينك وبينه؟ اخر حاجه كانت بيننا كانت محادثه واتساب ان هو عايز الاجازه الجايه استناك عشان نشوف بعض ونقعد مع بعض. ونزلت الاجازه، نزلت على الخبر ان هو في المستشفى. هل في يوم كنتوا مع بعض قبل ما تروح الجيش، كنت جمعتوا كلكم مع بعض في افطار في رمضان، احنا دايما في فرح احنا مع دايما بعض؟ بنتجمع بس سبب ان ظروف كل واحد فينا في شغله وبتاع، فالفرصه دي مش بتتكرر دايما، بس بمجرد ما بتبقى في فرصه زي كده هو محمد علي اول واحد بيبادر بان هو احنا ممكن نتجمع. اغلبيه نصايحه كانت ايه معاك لما دايما بينصحك وكلمات كان دايما بيقولها لك؟ هو ما كانش انت حد فينا يقول له صاحبي، كان يقول اخوات، كان يقول اخويا، كان احنا كان علاقتنا ببعض كلها اخوه. كلمنا عن محمد علي في المناسبات، لما يكون عندك فرح لاخوك لاختك. اول واحد ممكن يوقف جنبك في فرح او لا قدر الله في واجب او في عزاء، هو اول واحد يوقف جنبك، هو اول واحد يوقف جنبك لو يمكن قبل اخوك كمان. كلمه يعني كانت دايما على لسان محمد علي لكل اصحابه وبيقولها لكل اصحابه، بيقول انتوا اخواتي، انتوا اصحابي، انتوا ظهري، انتوا سندي، احنا كنا سند بعض، كنا اصحاب اخوات بعض. ربنا يرحمه ان شاء الله، يعني بقى الله سبحان الله. عرفنا بنفسك محمد سيد صديق صديق. يعني محمد، يعني كلمنا عن محمد علي، آخر مرة كنتوا مع بعض إمتى؟ محمد علي كان آخر مرة معايا قبل ما يموت بيومين. بيومين؟ بيومين. كان عندي الشغل بتاعي وكان بيوصيني. كان بيقول لي خلي بالك من شغلك وخلي بالك من نفسك وكده يعني، بس وعايز اتقابل معاك وكده، فهو كان عايز يروح لي. كان عايز يصرخ ليه؟ ايه يعني ايه اخر مكالمه كانت بينكم قبل الوفاه؟ هي ما كانتش مقابله، هي كان يعني كنا في وش بعض كده. فهو كان بيوصيني يعني ان انا اخلي بالي من نفسي واجي وازوره واقعد معاه ونتجمع تاني. كنت موجود في ساعه وقت الواقع ولا لا؟ لا، ما كنتش موجود. لما بلغوك بالواقع كان يعني ما كنتش متخيل بصراحه الموقف نفسه، يعني ما كنتش مصدق ان هو حد يعمل فيه كده، كنت فاكرها مشكله عاديه يعني. بس يعني مساء الخير.
بغلات. انت من اصحاب المرحوم؟ لا انا عارف اخويا. اخويا طيب، يعني هل يعني انت من معرفتك بمحمد علي هل كنت متوقع في يوم من الايام يحصل كده معاه؟ لا مش اي حاجه، يعني هو كان برضه راجل محترم وكان في حاله وحال نفسه، يعني ولا ليه دخل ده، وهو ناس محترمين عامه سواء والده او ابوه او اي حد، ناس محترمين. بس انا في حاجه بس انا عايز اقولها، يعني مع احترامي لحضرتك، هو في حتى لو مثلا سواء الراجل يعني انت مثلا عارف ابنك ان هو اذا كان في مشاكل او ان هو ماشي بسكه مش كويسه، عارف انه في يوم من الايام ممكن يجيب حاجه كده او يجيب مشاكل، واجب عليك انك انت معلش عشان خاطر تجنب اي مشاكل والكلام ده كله خلاص، او ايا يكن اذا كان الله اعلى واعلم، على بناء على كلامهم وبناء على اللي هو حاصل ان هم ضالعين، يعني حياتهم ان هو اصلا مختل عقليا ولا الكلام ده، انت هذه مصيبه لا قدر الله حصلت زي كده. شوف انت وفين يعني في الدنيا كلها في كام واحد ولد بيعمل حاجه زي كده؟ نعم تمام، سواء يعني تيجي مثلا نقول ان هو مثلا والده تمام، ان هو بيقول انه مختل عقليا، او مثلا اذا كان هو مدمن او اي، يعني اي مدمن او اي حد اذا كان بيشرب او ايا يكن هيكون هدفه شرب، مش هدفه قتل ولا هدفه اي حاجه. ما توقعتوش ان في يوم من الايام لو عمليه توصل لكده؟ لو كان واحد ان هو كان بيشرب او كان واحد هدفه كله ان هو المواظب احترامي، يعني الغرض منه هو كيفه بس. لكن انت حاجه زي كده كده وحريق، وانت شايف مثلا الواحد يعني شايف تمني عليه ان هو كان بيجري والنار ماسكه فيه تمام، ملوش اي لازمه انك انت تضرب ولا الكلام ده، الا واذا كان في دافع في حقد سواء او غل او ايا يكن، ان انا بقيت شايف الراجل ده قدامي بيموت ومصر ان انا اكمل عليه. ربنا يرحمه ان شاء الله. يعني مساء الخير. مساء الله. عرفنا نفسي عبد الرحمن سيد. يعني يا استاذ عبد الرحمن اولا بقول الله سبحان الله وربنا يجعل يعني محمد علي من اهل الجنه ويجعله شهيد ان الله عز وجل، لانه هو توفى او قتل في العمل، فكده يعني اتمنى من الله عز وجل نكون من الشهداء. يعني كلمنا عن هل كنت متوقع انه يحصل ما بين محمد علي والشخص اللي قتله كده ولا لا؟ عشان هو محمد علي ما يستاهلش ان يتعمل فيه كده، هو كان احسن واحد بيعامل، يعني محمود فتاح ده لما كان يطرد من البيت ولا حاجة كان هو مع علي يجيب له الأكل والشرب وكان يرعيه إنك إن أخوه. يعني محمد علي الشخص اللي قتله تمام كان دايما بيقدم لي الخير. يقدم لي الخير من أولى ابتدائي، يعني مع علي صاحب من أولى ابتدائي. طبعا أنتوا لما سمعتوا الخبر ده ما توقعتوش إن يحصل كده من الشخص التاني؟ ما توقعناش لا. طيب كلمنا عن آخر مرة شفتهم مع بعض هم الاثنين أنت؟ لا انا القاتل ده ما شفتوش ليه فتره. كنت متوقع ان في يوم يعني لاحظت قبل كده بينهم من بعض ان في حقد غيره غيران منه في قعده في قعدات في فرح في سهره من السهرات انتم موجودين كلكم ملمومين مع بعض؟ لا انا كنت اتجمع بيه، يعني كنتش تتجمع بيه شخصيا غير سطحي. اخر مكالمه كانت بينك وبين محمد علي كانت امتى؟ هو كان معي قبل الجريمه، قبل ما تحصل الجريمه كان معي في الفرح بالليل. بالليل يعني كان سهران معاك ليله لغايه الساعه 3. هل في كلمات كانت مؤثره بينك وبينه؟ قال لك كلمه هو قالت الكلمه بتاعته الشهيره يا اخ يا اخ ربنا يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه ان شاء الله. يعني بقول لا يعني انت من ابناء المعنى هنا برضه وصديق محمد علي جيران ومتربين مع بعضينا في نفس المكان. اخر مره شفت فيها محمد علي كنا مع بعضينا بالليل، كنا فرح كلنا مع بعضينا اصحاب فرح اخته واحد صاحبنا كلنا موجودين مع بعضينا. كان ايه يعني في القعده بتاعتكم مع بعض وكان قاعد معاكم كان مبسوط وفرحان؟ كان مبسوط وما كانش فيه اي حاجه، هو عمره ما عمل مشكله مع حد وعمره ما اتكلم مع حد ولا شتم حد. لما كنتوا قاعدين في الفرح كان بيقول لكم كلام في حياه مؤثره، يعني مثلا اول ما توفى افتكرتوها او كده؟ طبعا اكيد، ما قعدتنا كلها مع بعضينا. لا ليله الوفاه كنا قاعدين مع بعضينا، احنا كنا في الفرح كنا كلنا واقفين جنب صاحبنا فرح اخته، فاحنا كلنا كنا واقفين جنبه، فاحنا روحنا بيت نمتوا صحيتوا على الخبر بيقولوا لنا ده محمد علي في المستشفى. هي فيه قال لنا محمود فتاح اللي ولع فيه. طب ليه؟ احنا بنضل بحاجه واحده،
احنا عايزين العدل. العدل محمود فتاح لازم يتعدم، احنا عايزين العدل. القصاص العادل، القصاص العادل. عايزين مشاهدين متابعين موقع صفحة تحيا مصر، دي هي يعني رسائل اصحاب محمد علي اللي راح ضحية البنزين هنا في المعنى بمحافظة قنا، كانت هي دي رسائله من اصحابه وجيرانه واقاربه وحبايبه، كل التفاصيل قالوها. يعني بصفتك انت من يعني من اصدقاء المقربين من محمد علي، تحب تقول حاجه اخيره قبل ما ننهي اللايف؟ انا عايز اقول مش اي حد يعمل جريمه زي كده، يقولوا انه دماغه مش بوعيه او كان شارب او كان حاجه زي كده. الراجل ده لو ما تحكمش بالقصاص العادل، القصاص العاجل، في ناس تانية هتتأذي، في ناس تانية هتبقى يعني في البلد. يعني انت شايف ان القصاص العادل ده هيوقف مجرى في فتن ومجرى في مشاكل أكيد. كتير، وهيوقف حاجات كتير، هتوقف حاجات كتيرة. لو خد اقل من حاجة زي كده البلد هتخرب من ناسه ومن اصدقائه. هو اخر كلام قاله لي لما كان في المستشفى، كلمته انا. اخر يعني انت كلمت في التليفون قبل ما يتوفى؟ هو قعد كام يوم في المستشفى؟ لما كان قبل ما يخش العنايه. قبل ما قعد كام يوم؟ هو خد 4 ايام. 4 ايام اخر مكالمه كانت بينك وبينه في المستشفى؟ قبل ما يخش العنايه. قال لك ايه؟ قال لي انا راضي بقضاء ربنا والحمد لله وما فيش اي حاجه والحمد لله على كل حال، انا راضي بقضاء ربنا. بس الواد ده ما تسيبوهوش. الواد ما تسيبوش يعني قبل الوفاه كان بيطالب بحقه. اه ان حقه يرجع، وهو راضي بقدر ربنا وعارف هو رايح فين وجاي من فين. والحمد لله يعني هو في مكان احسن من هنا بكتير. اعزائي المشاهدين متابعين موقع صفحه تحيا مصر، انا بشكر حضراتكم على هذه المتابعه الجيده. رحم الله محمد علي ابن قريه المعنى واسكنه فسيح جناته. نتمنى من الله عز وجل ان يصبر اهله ويصبر اصدقائه واصحابه منهم جميعا. كان معكم من محافظه قنا محمد اسعد، شكرا لكم.